انا من جواتي مسامحه للسلمي، هو معه بينسى. وبعدين دخلك حتى لو ما نسيب الناقص، يعني ما انه كتير هداك رفيق اللي رح ازعل كتير على فراقه. ايه مزبوط. بس قلتك هلا وين بتكون اراضيها؟ معقول تكون مع رفيقك اللي حكيت لي عنه؟ لا لا، لانه مره اتصلت فيه قدامي وبالاخير سكر التليفون بوشها. شلون اتصلت فيه؟ ايه شبك؟ لا بس كل الدنيا عم تحاول تتصل فيها وخطها مسكر. هي حكتهم الرقم جديد. والله طيب اذا اعتزنا له الرقم صاحبك بيعطينا اياه؟ شلون؟ بشو بدك تعتازه انت؟ انا دخلك بشو بدي اعتازه يعني؟ بس امير حكالي من يومين انه اخوه وائل متأزم كتير وقلقان عليها. حرام خطي بيطمن. ايه لو بدها كانت هي حاكته. بجوز هي تكون مفكرته حاقد عليها مثل اخوها المجنون. كيف؟ مجنون؟ هلا صار مجنون لانه اخذ موقف منها؟ يعني هي اللي عملته صح؟ هلا مو صديقك واحد من اللي بتعرفهم هي؟ ليش ما بتحاكمه لصديقك بنفس الطريقة؟ اخي بلا تنظير علي الله يرضى عليك، خذها قاعدة مني وجر، ما في شاب بتصح له بنت بتعرض حالها عليه وبيقول لا. بعدين ليش مني؟ منك وجر؟ ليك العاشقة الولهانة مع انك ما بتطيقها. وفرتها؟ ايه بعدين صرت مطايقة، بعدين لما طلعت وحدة سئيلة ودبقة. بس بالاول لا. بعدين لعلمك لو كلامك مزبوط وما في واحد بيرفض اي وحدة بتعرض حالها عليه كنت ما لحقت انا. ايوه يا عم دخيله كازانوفا انا. لك لا مو هيك قصدي، بس يعني ما في اكتر من الهبل، يا دوب الواحد يلمع شوي على التلفزيون بتلاقي الف وحدة من هدول التموا عليه. هذا المهم اللي صاحبك بيعطينا الرقم ولا لا؟ ما بعرف، مو بالاول هو اللي يكون محتفظ بالرقم؟ بسألك يا وسام وينك انت؟ شو صار معك بخصوص الكشف تبع الموبايل؟ لك الله وكيلك وعدني ان هي بهاليومين. لك خلاص شباب روق روق، يعني كمان الشغله مو بهالبساطه. لك شلون ما قبض؟ طبعا قبض، بس كانه هذا المدير المسؤول عن البيانات كمان بده يقبض. لا لا بنته صغيره يعني شغلت 10,000 مو اكثر. أنا منيح مشتاق لك. عن جد؟ أيوة أنا كمان اشتقت لك. ماشي حالي؟ لا لا ما في شيء. بصراحة في شغلة من الصبح بالمدرسة بدي أقول لك إياها بس خجلت. لا هو هيك يعني إنه ما بعرف خلص خلص بلاها. لا 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 تزعل. طيب يا سيدي امبارح حلمت فيك. ليك ليك أنا لازم سكر بحكي معك بعدين. إيه مساء الخير. أهلين ماما. مساء النور. شو آنسة؟ مع مين كنتي عم تحكي؟ مين هذا اللي مشتاقتي له وحلماني فيه مبارح؟ شو؟ شو هالحكي وليه؟ لك شو هالحكي وليه؟ شو هالحكي اللي عم بيصير فيك؟ انت ما شايل ليه؟ انت شايل ما شايل السربيتة ما فاست عليك؟ بعد عنا! ليك ما انت كان يصير بيتنا هيك؟ لك حب وغرام وعم تشوفي لي اياه بمنامك. انا بربيك يا كلبي. ولا شو قاعد عم بعمل هون؟ امي امي مشان الله انا الرجال بهالبيت. انت الرجال؟ ايه
انت الرجال على عيني وراسي، وانا امه. اسمع، كلمة واحدة ما رح ارجع عيدها، طول ما انا موجودة وعايشة ما حدا بيمد ايده على بنتي، عم تفهم؟ معلش يا حبيبتي، أنا آسفة، ما كان لازم أحكي قدامه، ماني متوقعة إنه يتصرف هيك، كنت فكرته واعي وبيفهم، هو أكيد واعي وبيفهم، بس بهذا العمر الشباب بيتأثروا ببعضهم كتير وبيخافوا من الحكي على بعضهم. لا، المهم بدي اياكي تصارحيني مين هذا اللي مشتاقتي له. هاد شب معي بالمدرسه، يعني عادي انه رفيقي، الرفقات بيشتاقوا لبعض، يعني ما بضل قصتك للتحقيق. لا يا ماما، ليش انا هلا عم حقق معك؟ اصلا انا اللي بحب علاقتي معك انك انت بتعتبريني صديقتك واختك الكبيره. بعرفوا هاد الباب تبع الأخوة والصداقة. لا، ما بتعرفي، لأنك ولا مرة حاولتي تفتحي هذا الباب وتشوفي شو في وراء. بس وقت اللي بيجي على بالك فيكي تفتحي وتفوتي حتى بدون ما تدقي بإيدك، وصدقيني صدقيني رح تشوفي اللي جوا ناطرك ومتلهف منك انك تحكي كل شيء واي شيء، مو لسبب ابدا، بس لانه هذا اللي جوا يحبك. لك بنتي نفختيلي قلبي، ايه نفختيلي قلبي، وانا عم اخذ واعطي معك فالج ولا تعارف. لك على شو شايفي حالك ورافعة مناخيرك؟ ها، لك احمدي ربك اللي انت امين. مين تقدم لك؟ ليش هيك عم تحكي يا بي؟ ليش هيك عم تحكي مع البنت؟ شو صلاح افندي؟ ليكون بدك تعلمني الحكي على اخر هالامر؟ لا اعوذ بالله، بعدين انت مو هيك ربيتنا، انت ما بدك اياها تكون مبسوطة، ما بدك اياها تكون مرتاحة. هاي المخلوقة اذا بتتزوج هي جوازة، يعني رايحة على الموت، بدك تبعتها على الموت انت؟ لك من شان الله، من شان الله، من شان الرسول، انت كان الجواز مثل الموت. لك هاي جوازة انحسن من الموت يا ابي، اعتقوها للبنت. مرت ابي يقبرني جمالك حبيبتي، اعتقيها للمخلوقة، هاي جوازة ما حتصير ميحة. ليه كيف عم يتحدانا؟ لك انا هاي البنت بموت كرمالها، امي الله يرحمها وصتني بوصالة قبل ما تموت، بعدين كان قلبها حاسس انه هيك رح بيصير فيها. ليك صلاح، لا تطالعني عم طولي، انا كلمتي ما بتصير تنتين، وما بيتهنى ولا بيرتاح اللي بيعاند ابو صلاح، وهذا الكلام اللي عندي. وانت اول ما بيرجع من السفر بدك تتجوزيه ورجلك فوق رقبتك، وهذا الكلام اللي عندي، فهمتوا؟ شفتي لي على هالغزالة اللي مرق؟ اسمعي شو بدي لك، اعطيني 24 ساعة وانا رح احل كل شيء، ماشي؟ ما بتثقي فيني انت؟ شلون؟ لك والله ما بعرف يا جهاد، ما عم اقول لك بدي اخذها على البيت لعندي، ما بعرف. لك استنى، اخي لا تاخذها ولا تجيبها. ليش؟ بصراحة يا صلاح، أنا حابب أحكي معك بهالموضوع من زمان، بس يعني كنت عم أجل شوي لبين ما زبط أموري، بس طالما القصة صار فيها عريس وما عريس فما بقى تتأجل أبدا. وأنت كمان الله يصلحك يا رجل، معقول بدي أقول لك وصال وأنا بكون معك المرة الماضية وما بتقلي إنه في شيء؟ أخي أنا رايد أختك وصال على سنة الله ورسوله، بقى شو قلت؟ شبك؟ ليش اتضايقت؟ لا يا رجل، استغربت، يعني هي قلك ما استغربت، والله استغربت. انت
يعني صاير حكي بينك وبينها شيء؟ لا أعوذ بالله. لا لا تقعد تعمل لي الحركات تبعها، تعرفني منيح أنا كيف بفكر. أنا بتمنى يكون صاير حديث بينك وبينها قبل ما تخطبها. هلأ هو يعني بصراحة لك إيه جهات شبك بصراحة إيه؟ أخي مرة مرقت لعندك على المحل وأنت كنت مسكر، فأنا ما يعني ما رضيت أن تروح قبل ما تفوت تشرب كاسة شاي عندي، بس أقسم بالله العظيم يا صلاح، أقسم بالله العظيم والله بيشهد على كلامي، ما كان في شيء بنيتي، بس ما شاء الله عليك شو هاد؟ لك أدب وأخلاق وترباية ما شاء الله. أي ترباية الوالدة الله يرحمه. سيدي تعيش وتترحم. بقى شو قلت؟ هلا هيك على قعدة واحدة صرت رايدها؟ هلا هو بصراحة هو تعالينا لسه بصراحة وبمراحة. أخي جاد اسمع لك، أعطيني إياهم دفعة واحدة مو بالقطارة حبيبي، تفضل. طيب ماشي مثل ما بدك. هلا هي مرقت لعندك على المحل أكثر من مرة، يعني ما بتذكر قديش بالضبط، مرة مرتين ثلاثة، وحضرتك كنت مسكر. حريق عريشة الصدفة إنه ما بتمرق أختي على المحل وعلى الحارة إلا يوم التاني وقت أنا بكون مسكر. إيه شبك فيك شي؟ كمل ولا شو؟ إيه خلص ما في شي، قعدنا حكينا مع بعض يعني، بس مو أكثر من هيك. بس بشرفي يا صلاح، بشرفي. أدب وأخلاق، إيه غيره. أخي هاي هي كل القصة، بقى شو قلت؟ لك شو بدي أقول يعني؟ يعني أنت شو بتتوقع مني إنه أنا أقول؟ لك جياد أنت واحد مثل أخي يا رجل. لك أنت واحد طيب وكل الناس بتحكي بسمعتك وأخلاقك وأنا بتشرف. لك على راسي يا صلاح، على راسي. والله فكرتك نقرأت. لك لا بالعكس، أنت بس عطيني يومين ثلاثة لحتى أحكي بالموضوع وبرد لك خبر. مشي. معلم؟ في زبون بده ياكل محلي. زبون؟ لمين زبون؟ زبون بده يحلق. ايه بده يحلق. لا قصدي. يلا سلام. روح. عليه صلاح والله معه.